مستخدم فيهم ال soft stuff. السوفت ستارتر بتاخذ 3 فيز انبوت وبتستعمل باور الكترونيك ديفايسز. ما راح ادخل بتفاصيلهم، هذه موضوع مادة باور الكترونيكس، بس بشكل عام يستخدم 6 SCR سيليكون كنترول ريكتيفايرز. بشبكهم على 3 تيرمينالز تبعون المحرك. نفترض انه هذا المحرك ستار، ممكن يكون دلتا ما بيأثر لو كان محرك ستار او دلتا، فمنجيب اللي جاي من السبلاي، نفترض انه اي بي سي او ار اس تي. هذول الجهاز اللي هون هذا راح نعمل عليه شيء الكتروني، بعمل عليه فايرنج كانه زي جيت. فاذا قست الفولتج اللي موجود بين النقطه هاي والنقطه هاي بكون بيعتمد على قيمة ألفا. بإمكاني أحط قيمة ألفا بحيث إنه الفولتج اللاين فولتج اللي جاي هون أقل من اللاين فولتج اللي جاي هون، واللاين فولتج اللي هون أقل من اللاين فولتج اللي هون. فهاي الديفايس تنباع موجودة بالأسواق اسمها سوفت ستارتر، وبعطيها تايم معين بتصير تغير ألفا، وتغييرها لألفا بتصير تغير الفولتج اللي موجود هون. هلا إحنا قلنا بتناسب مع التورك، بتناسب مع مربع الفولتج. هذا الكيرف لمين؟ للتورك، فراح ينزل التورك، بس التورك راح ينزل بنسبة، فلو نزلت الفولتج للنص قديش راح ينزل التورك؟ فهذه هون V على 2 وهذه V، وهي تقريبا ربع القيمة هاي. وهذه V راح تكون function of ألفا. V out وهذه هون كأنها هاي V in وهذه هون V out RMS. فبقدر اقول في اوت فانكشن اوف الفا في ان. كيف بحسب الفا؟ هذا بصير موضوع تفصيلي من هون. بس صار بامكاني الان بدون ما استعمل واند روتر اندكشن موتور، بدون ما استخدم سوفت، بدون ما استخدم ستار دلتا ستارتر، صار بامكاني اجيب ديفايس اسمها سوفت ستارتر بحجمها زي هيك، لها 3 انبوت تيرمينالز باور تيرمينالز و3 اوتبوت باور تيرمينالز، وانا بعطيها سيجنال من هون بقول اعمل ستارت، بدها تزيد الفولتج تدريجيا. فطبعا ببدا بصير انتقل، هلا هون بصير انتقل على مجموعه كيرف نرسمهم نفس الشيء بالازرق زي ما رسمنا هذوك. فعندي هون راح اصير انتقل على مجموعه كيرف، ففي البدايه بحط فولتج منخفض، بعدين بنتقل لكيرف ثاني، بعدين بنتقل لكيرف ثالث مثلا، بعدين بنتقل لكيرف رابع. فكاني عملت انا سبيد تور. هذا طبعا هون راح يكون تدريجي، ما راح يكون ستيبس زي هيك، راح يكون بشكل تدريجي بغيره زي ما بدي. في حين في الحالات السابقه كانت ستيبس تصير ما بين تشغيل كونتاكتور وتشغيل كونتاكتور ثاني. كل تطبيقات الفانز، سنتريفيوغال بامبس، ايش كمان عندنا تطبيقات؟ هذول تقريبا اكثر تطبيقين، اشهر تطبيقين الفانز والسنتريفيوغال بامبس، بيستخدموا عادة سوفت ستارترز خصوصا اذا حجمهم كبير. شو بيميزها عن التطبيق الثاني؟ عن مين؟